في ناس تجيب الاولاد تقررهم عاملين ايه بابا عامل ايه بابا بيتخانق مع ماما مش عارف ايه كلام من ده. في ناس حشريه قوي تحب تعرف كل حاجه انت بتعملي ايه بتاكلي ايه النهارده مين جاي لك مين طالع لك. في جيران بتقعد تبص مثلا على الحاجه اللي انت مثلا جايبها ده جاب ده عمل. في جيران هاديين وفي جيران مزعجين تقريبا كل يعني كل الناس دلوقتي في حالها. في جيران بيبصوا لك في الحاجه. هو مفيش احسن من جيران يعني بس الجيران انواع. في جار طيب جار متطفل جار حشري. في جيران بتاعت مشاكل. في جيران بيبقوا كويسين وفي جيران بيبقوا عندهم نفسنا يضحك في وشك وبونجور وكده ويروح يتكلم من وراك. في جيران قديمه وفي جيران جديده. في الجيران القديمه اللي احنا كلنا عارفينهم اللي كان فيه ود والناس بتعرف بعض وبتصاحب بعض دلوقتي الكلام ده مش موجود. في النوع اللي بيوقع في بعض اللي بيتكلم على التاني. في الجار البخيل اللي هو كل ما اطلب منه حاجه يقول لي ما عنديش ما فيش وفي الاخر هو اللي يجي يقول لي يعني عايز حاجات وانا اللي اديله في الاخر.